بعد الانتهاء من عملية الذبح والنحر والسلخ، جزائريون أصبحوا يقصدون المجزرة بغية تقطيع اللحوم، وذلك تفادياً لخسارتها أو فسادها. نتابع في هذا الريبورتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم بمقصبة ولاية سوكاراس، نعطيكم كيفاش تقصوا ضحية العيد وبطريقة سهلة. ضحية العيد هذه بطريقة سهلة، نعطيكم لكم زي ما تقصوا، وحاجة سهلة خلاص. نبدو بالكتب. نقصوا هذا الكرومة، نجيبوا لها شفرة، ماشي يعني حاجة نزيد ندور الكتف هذا، نقصوه ونخدمه بطريقة شفوه، ونبدو نقصوا نحنا. هان مفصل مش يعني هاي ضحية العيد كيفاش يعني، كل حاجة بالمفصل تاعها، يعني ما كانش حاجة بالسكينة، يعني إلا في حالة ما العظم تاعو كيورد خشين، ضحية العيد تود العظم تاعها خشين. كروما ورنديلا كما نقولوا نحن، طيبها شخشوخة، طيبها نحن نجيبو مش محتم، كيفاش نقسم المفصل كده، نخدم كوش بشفرة، خدمة بشفرة طريقة سهلة، يعني ما هيش يعني حاجة صعبة، ياسر هذايا، هذه بسلام نعملها رأى كاملة، وإلا تقصها عزوز، حب تعملها عزوز تقدر تعملها عزوز، قصها عزوز، تحب تخليها كيما راهي، طيبها شخشوخة، طيب شخشوخة، طيب كسكسي، يقولوا جيرية طعام. طريقة سهلة خلاص، ها نكتبها بطريقة مش صعبة، ياسر حاجة سهلة خلاص، ها الخدمة مش يعني حاجة صعبة، ياسر هذه كروما هذه كروما، وهذا مسلان، نزيدوا دركة ونروحوا نجيبوا بالطريقة، حاجة سهلة خلاص، يعني ها توصل العظم صحيح، بس ما تكثرش بالضرب ياسر، ها تبعوا بالعقل، نخدموا بطريقة سهلة خلاص، وربي اللي يشوفونا إن شاء الله يتعلموا لأنهم يقصوا وحدهم.
يجيبوا جيجو هذا باللية تاعو. حاجة سهلة خلاص. هذا في المولياه روطي هو يدبر راسه بعد هاي العيد. خلاص خلاص عقل خلاص. ما تستعملش شفرة، غير سكينة. هذه تفصل تعمل غير بالسكينة، وقادم حتى سكينة ما تستعملهاش، تخدم بيديك ديجاج غير بيديك كما هكا. ديجاج سكينة هكا، كاين أوقات ما تخدمش بهم، كاين أوقات ما تخدمش بهم ياسر ياسر ياسر، وكاين أوقات الله غير لازم تخدم، وكي تخدم بمضار من هنا ويجيك من هنا. نحطو الراس دوره بهذا، نزيدو نحلو بالطريقة، نضيف نطبقو هذا كي نفوحوه ونقلوه، نعملو له التوي تاعو هكا هكا. هذا نجيبوه القرضة ونحطوه نقصوه لهنا، نجيبوه القرضة نحطوه لهنا نقصوه. صديقون شراه يطيبوا لي هم، طيبوا لي هم، كل واحد كيفاه يطيب لي. نشقوه بالعقل، نقصوه على زوز ونعملوه لي كوتليت. وكاين لابارتي هذيا تاع شوربه، كاين يطيبوا شوربه، كاين كل واحد كيفاه يطيبوا، كاين ضحية العيد كاين يعملوا قديد، يعملوا تاع كيما نقولوا بركوكس محمصه. نخدموا بطريقه سهله خلاص. سهل خلاص، مش ميتعبش المواطن على القصان برك، يعني يتعلم حاجه سهله خلاص. كاين اللي يقصها باريزيان وكاين اللي يقصها عادي خلاص. نتمنوا نحن من المواطن يتعلم القصان تاع اللحوم تاع ضحيه العيد، وربي ان شاء الله يتعلموها ان شاء الله. حاجه مش يعني واحد ما خلق ما تعلم. الحمد لله. تقدروا تتابعونا من الاول للاخر وتتعلموا وتشوفوا بطريقه سهله، يعني تتعلموا بربي ان شاء الله تلقوا رواحكم ساجين ساهلين خلاص. تبعوا الفيديو من الاول للاخر كيفاش قصيت، وتتعلموا ان شاء الله ما يكونش عندكم حاجه صعيبه. ومرحبا بكم في ولايه سوق هراس.